تقرير أممي يكشف انتهاكات لتحرير الشام والجيش الوطني في سوريا، لنتابع. إدانات حقوقية دولية واستياء داخلي بسبب الممارسات غير الإنسانية والانتهاكات من قبل عناصر الفصائل الإرهابية في عموم المناطق الخاضعة للاحتلال التركي. تقرير صادر عن لجنة التحقيق الدولية المستقلة الخاصة بسوريا كشف أمس الأربعاء عن انتهاكات للفصائل الإرهابية التابعة للاحتلال التركي وهيئة تحرير الشام الذراع السوري لتنظيم القاعدة الإرهابي بحق سكان في مناطق سيطرتهما بشمالي وشمال غربي سوريا. التقرير الذي جاء في 54 صفحة ذكر في البندين 56 و61 أن هيئة تحرير الشام الإرهابية استعانت بسبعة مجالس محلية كان لها دور في تثبيت سيطرتها على إدلب وأجزاء من غربي حلب، مضيفاً أن الهيئة تحتكر كافة مفاصل الحياة وعلى رأسها المحروقات، كما تفرض الضرائب على الشركات المحلية. تقرير لجنة التحقيق لم يغفل ممارسات عناصر الهيئة الإرهابية عند نقاط العبور بين مناطق سيطرتها ومناطق سيطرة الفصائل الإرهابية من مصادرة أو إتلاف البضائع واحتجاز وضرب بما فيهم الأطفال، بالإضافة لانتهاكات الفصائل بحق المدنيين الكرد في المناطق التي تسيطر عليها بريف حلب الشمالي من عملية توقيف الأفراد واحتجازهم بالتزامن مع الاستيلاء على الممتلكات. وعلى صعيد متصل بممارسات الفصائل الإرهابية التابعة للاحتلال التركي، أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بقيام عنصر من فصيل صقور الشمال الإرهابي باختطاف طفل من الجنسية العراقية في مدينة رأس العين، وقام بالاعتداء عليه جنسيا وجسديا، ومن ثم قتله بدم بارد ورمه أمام منزله. حادثة القتل هذه أثارت ردود فعل غاضبة ومستنكرة من قبل ناشطين على مواقع التواصل الاجتماعي، وصفوا الجريمة بالبشعة مطالبين بتنفيذ حكم القصاص بحق المجرم، بينما طالب آخرون بخروج مسلحي المعارضة من المنطقة بأكملها بسبب تزايد انتهاكاتهم من سرقة وسلب واقتتال مستمر. إذن للحديث أكثر حول هذا الموضوع من لندن أرحب بالمنسق منسق فريق تقصي الحقائق في شمال سوريا جقر حسين. أهلا بك أستاذ جقر في برنامج حديث اليوم. إذن الانتهاكات لا تتوقف في المناطق المحتلة أو التي تسيطر عليها تركيا بشكل عام في سوريا. بداية، هذا التقرير إلى أي درجة هو مهم، أو هل باتت هذه التقارير هي من ضمن التقارير الدولية فقط التي توثق الانتهاكات في المناطق المحتلة؟ كيف نصف هذه الانتهاكات التي تحدث في المناطق المحتلة في سوريا؟ تحياتي لكم، مساء الخير لك سيدتي ولجميع مشاهدينكم الأعزاء. نعم سيدتي، بالنسبة للتقرير يعني وأهميته، هو بالتأكيد له أهمية خاصة باعتبار الجهة التي قامت بإصدار هذا التقرير هي جهة لجنة التحقيق الدولية، هي أحد الجهات التي لها تعاملات دولية وبما فيها الخارجية الأمريكية الذين يعتمدون في قراراتهم في صنع القرارات على هذه التقارير. يعني أي تقارير صادرة يتم رفعها إلى مجلس الأمن ونسخة منها إلى شركاء إن كان في الولايات المتحدة أو البقية، لذلك لها أهمية خاصة، يتم صنع القرارات على أساس هذه التقارير سيدتي. فالجديد هو بالنسبة للتقرير سيدتي بأن هذه ما كان يغفل عنه المجتمع الدولي أصبح يصدر للعلن ماذا يحدث، يعني وسيكون هناك يعني المجتمع الدولي يعني سيفرض عليه اتخاذ بعض القرارات بناء على هكذا تقرير، وخاصة أنه تم إصداره من قبل لجنة التحقيق الدولية، وهي اللجنة هي بشكل مباشر طبعا مع جهات الأمم المتحدة والجهات الدولية. طيب، يعني كما جاء في التقرير ويعني سمعنا كلنا يعني هذه القصة التي حدثت مؤخرا في رأس العين المحتلة عن الطفل الذي تم اختطافه وقتله، ويعني للأسف اغتصاب طفل أيضا، لماذا تستمر هذه الانتهاكات وبهذه الطريقة وبهذه البشاعة؟ نعم سيدتي، أنت محقة سيدتي. بالنسبة للحادثة
يتم العمل عليها لتوثيقها بشكل رسمي، جمع كافة الأدلة بشكل جدا بيانات جدا بشكل قوي لرفع كافة التقارير حول الحادثة. سيدتي، بالنسبة للسؤال اللي حضرتك ذكرتي، يعني هذا ليس بالأمر الجديد. كل ما هنالك أن هذه الفصائل أصبحت يعني يتم إصدارها للعلن على المجتمع. المجتمع الدولي أصبح يرى بواقعية أن هذه الفصائل هي كانت منذ اليوم الأول هي فصائل تقوم على القتل والنهب، وكما ذكرتم والاغتصابية ليست المرة الأولى ولن تكون الأخيرة، ولذلك فهي فصائل موجهة من قبل مخابرات دولة جارة شريرة تقوم بما تحاول ضرب الشمال ببعضهم ولمنفعتها الخاصة. يعني من ضمن الانتهاكات إثارة حتى العنصرية بين الشعب السوري، بين مكونات الشعب السوري، تأثير هذه التقارير على وضع الفصائل. يعني كان هناك محاولة دائما لشرعنة هذه الفصائل في المناطق المحتلة، تأثير هذه التقارير على وضع هذه الفصائل، هل من الممكن أن نتوقع أن يتم تجاوز هذه المواضيع قانونيا ويتم شرعنة هذه الفصائل؟ سيدتي، بشكل قاطع لن يتم شرعنة أي فصيل من هذه الفصائل. التقارير التي تم رفعها لا يمكن التغاضي النظر عنها. بكل الأحوال هي تركيا الدولة المحتلة والشريرة التي تحاول شرعنة هؤلاء، والسكوت الصمت عن طريق المخابرات التي تسيطر على المناطق الكردية. خلينا واقعين، بالتحديد هي تسيطر على المناطق ذات الأغلبية الكردية، أما الجيش التركي هو يسيطر على إدلب. فالمخابرات فهو اختصاصه التمييز العنصري، التفرقة العنصرية. حتى الكثير من يعني الشخصيات التي يمكن الحديث معها هم يخافون جدا، يعني يقولون نحن يمكن أن يتم انتهاءنا لو لو تحدثوا. تم تسريب أي كلمة عن أسمائنا. نعم، هنا أيضا نتساءل قانونيا عن موضوع المسؤولية، يعني من يقوم بهذه الانتهاكات بشكل واضح؟ هذه الفصائل تحت مسميات عديدة، كانت هي تحرير الشام أو كان الجيش الوطني اللي أيضا منضوي تحت فصائل عديدة بمسميات عديدة، ولكن من خلفها هناك تركيا التي تدعمهم بشكل واضح، لأن هذه الانتهاكات من يقوم بها هذه الفصائل، فقانونيا من يتحمل المسؤولية؟ وهل من الممكن أيضا أن يتم إلقاء اللوم وتحميل المسؤولية على تركيا؟ سيدتي، ما تحاول ليست تركيا، هي المخابرات التركية بالتحديد، وأنا مسؤول عن كلامي بشكل كامل. هي المخابرات التركية هي ما تحاول أن تورط هذه الفصائل بالقيام بأعمال العنف، بالنهب، السرقة على صعيد المجتمع الدولي. بنفس الوتيرة تقوم بتزويد مخابرات لها للعمل على تحضير ملفات ضد هؤلاء لحتى يوم من الأيام لكي تتبرع عنهم. ولكن تركيا لن تستطيع بشكل قاطع التبري عن لأنها المسؤولة الأول والأخير. والكثير من التحقيقات والتقارير يعني كانت صادمة أن تركيا هي التي كانت توجههم، بما فيها إن كانت الأعمال التخريب التي حدثت حتى في إن كانت ليبيا، أرمينيا أو بقية المناطق في على مستوى الشمال غرب أو الشرق. يعني تركيا هي تتحمل بشكل مباشر ولو أنها تحاول تنصل، ولكن هذا مستبعد. هي مسألة وقت وتركيا ستكون لها كما كانت في الجينوسايد اللي حدث في أرمينيا، ستراها في سوريا. هي مسألة بعض الوقت. هي ما هنا أن نسأل، هل من الممكن لعب قانونيا لتجاوز هذه الانتهاكات؟ يعني البعض يسأل الانتهاكات مستمرة، وطالما هي مستمرة، طالما هناك تجاهل، هي تستمر وبشكل أفظع. البعض يقول بأنه هي انتهاكات فردية لتخفيف وضع المساءلة. هل فعلا ذلك يخفف من المحاسبة ولذلك ليس هناك أي محاسبة قانونية أو يعني خطوة قانونية حاسمة تجاه هذا الموضوع؟
سيدتي، بالنسبة يلي ذكرتي حضرتك، يعني هي بالتأكيد ليست تجاوزات فردية. أنا سمعنا الكثير من هذه الأحاديث، الكثيرين حتى حاولوا التوصل بأن الفصيل ليس مسؤول، تركيا ليست مسؤولة، هي تجاوزات فردية، سنحاسب هذا الفرد. هذا الكلام سيدتي، هذه العيب لا تنطوي على شخصيات مسلمة. نحن اختصاص نبحث ما وراء من يقوم بالانتهاكات، هي بشكل رسمي، هي مخابرات دولة بالكامل تقوم بتوجيه هذه الفصائل، هذه الفصائل تقوم بتوظيف شخصيات تقوم بالانتهاكات، ومن ثم الأول يتبرع عن الآخر. ولكن هناك تدرج سيدتي، يعني في بداية الأمر هناك شخص بشكل مباشر له علاقات بشكل مباشر مع أنقرة، هذا الشخص يقوم بالتنسيق إلى دخول إلى سوريا، يقوم توظيف الشخص آخر، وهكذا يقوم بالتدرج الهرمي. وخلال التحقيقات نحن كشفنا سيدتي أنه بشكل مباشر، هي مخابرات تركيا مسؤولة بشكل مباشر، والمجتمع الدولي لهم علم بهذا الشيء، يعني بالأخص هي الولايات المتحدة، صانعة القرار يعلمون بهذا الشيء، لذلك ليس لهم علاقات جيدة بمعنى الكلمة. وحتى هناك بعض المناطق كعفرين هي تحت القانون العقوبات، ولم يقوموا باستثناء، ولن يقوموا باستثناء لأنهم يعرفون يدركون مدى خطورة هذه الفصائل الموجودة حاليا في المنطقة. ما النقطة المؤلمة هنا بأنهم يعلمون يعني من وراء هذه الانتهاكات، يعلمون بها، وهذه رغم ذلك هذه الانتهاكات مستمرة رغم أنهم يعلمون. طيب، هل تشكل هذه التقارير ضغط معين على هذه الفصائل لتخفف نوعا ما من وتيرة الانتهاكات تجاه السكان الأصليين المتواجدين في المناطق المحتلة؟ نعم سيدي، بالنسبة لهكذا تقارير بالتأكيد، ولكن ما يجب علينا العمل عليه سيدتي، يعني بالإضافة إلى هذه التقارير، إلى الضغط نحن كشخصيات أو كناشطين الموجودين على المناطق، إن كان المناطق المسؤولة أو المناطق المحتلة، هؤلاء الناشطين يعني مشاركين في هذه ملف الضغط بشكل أقوى، يعني بإضافة التقارير إليها ومتابعة هذه التقارير مع الجهات المعنية، إن كانت الولايات المتحدة أو بعض الدول الأوروبية أو أي سفارات من يتعامل معها الناشطين، للبحث فيها والمتابعة وللرصد حتى تعطي مفعولها، يعني هذه التقارير، ويتم إصدار بعض العقوبات، يتم استئصال جذور داعش. كما نرى سيدتي هناك حتى الولايات المتحدة، يعني في من فترة إلى أخرى نرى أن الطائرات الأمريكية يعني تنزل في مناطق الفصائل أو ما يدعى الاحتلال صحيح. التركي وتقوم بقتل أشخاص وتنهيهم، لذلك الولايات المتحدة هي غير راضية، ولكن على النشطاء العمل بشكل مكثف أكثر، بديناميكية أخرى، بطرق أكثر فعالية، لحتى يكون الضغط بشكل قوي على هذه الفصائل الوطنية أو هكذا ما يدعون أنفسهم. بحسب متابعتكم للموضوع، يعني برأيكم إلى متى ستستمر هذه الفصائل، هذه الانتهاكات، أو بمعنى آخر من يستطيع أن يوقف هذه الانتهاكات ويردعها ويمنعها؟ سيدتي يعني في الوقت الحالي هي فقط مسألة، يعني تقريبا وقت، هي تركيا، صراحة هي تركيا هي المسبب الأول لكل المشاكل التي حدثت في المنطقة، لذلك ولكن باعتبار تركيا هي يعني كحليف بالناتو، ولو أنها حليف جدا سيء وحليف سيء السمعة، حليف يقوم ب ولادة داعش والقوى الإرهابية، فصائل هذه الفصائل تتولد تقوم بالولادة من قبلهم، ولكن لذلك هنا المشكلة، يعني كدور تركيا السلبي في سوريا وداخل المجتمع السوري هو ما يزيد الطين بلة سيدتي، لذلك حتى الولايات المتحدة، يعني بعض الدبلوماسيين وبعض الشركاء هناك صانعي القرار عندما تحدثنا عليهم أخبرونا بأنهم يحاولون بجهودهم إيقاف هذه الأمور، الأمور ليست بهذه السهولة، ولكن يحاولون، ولكن الاتحاد الأوروبي، هناك ضعف في الاتحاد الأوروبي الذي يحاول تغاضي النظر صراحة، أو البعض منهم يحاول
بغض النظر عما يحدث في تلك المناطق، إن كانت المناطق محتلة تركيا بهدف عدم التصادم مع تركيا، وأخبرناهم أننا لدينا مبدأ، نعمل على مبدأ لا نستطيع الوقوف بشكل قطعي فقط ضد النظام. لدينا مسألة، فهي لدينا مسألة المناطق المحتلة أيضا، لذلك يحاولون تغاضي النظر لعدم التصادم مع تركيا، ولكن هي مسألة وقت أيضا سيداتي. هي في نهاية الأمر يعني لا يصح إلا الصحيح، وهذه التقارير يعني سيكون لهم نهاية، هذه الفصائل لن يدوموا للأبد. كما يقول المثل، يعني بعض الحقوق لا تسقط بالتقادم. أشكرك جزيل الشكر على كل ما تفضلت به من لندن، منسق فريق تقصي الحقائق شكرا في شمال سوريا جقر حسين. نعم، سيدتي، بس لو سمحتي لي بس بشكل جدا سريع، إيه أعتذر تفضل. منك. أكيد يعني سيدتي، حتى في شغلة واحدة، نحن كشخصيات يعني كشخصيات سوريين نتحدث، ولكن ما انتبهت حتى ما بين الأحزاب، يعني على مستوى نقول ذات المدن ذات الأغلبية الكردية، المناطق التي تحتلها تركيا هي تحاول فرض العنصرية بطريقة جدا قوية ما بين حتى أبناء المدينة ذاتهم. يعني تحدث معي الكثير من الشخصيات، يحاولون تركيا تحاول أن تقوم بدفعهم للهجوم على مناطق شمال شرق سوريا أو الإدارة الذاتية، ولكن بحقيقة الأمر يعني هناك تقارير تحدث إلينا كثيرون، ما يقولون به، يقولون أنهم تحت الضغط التركي، أنهم هم ليسوا هكذا، ليس لهم أي عداوات مع أي أطراف أخرى، ولكن هناك المخابرات التركية بالتحديد تقوم بالضغط عليهم، هكذا تتحدثون أو ننهيكم. فلذلك حتى ما بين أبناء المدينة الواحدة، لذلك يعني كناشطين لازم يكون لدينا استيعاب للجميع سيداتي، أن نتفهم بعضنا البعض، لأن المخابرات التركية تلعب دورا جدا جدا سلبيا، وهذه نعم المشكلة سيداتي. شكرا نعم لكم. ووضحت فكرتك. أشكرك من جديد من لندن، كان معنا منسق فريق تقصي الحقائق في شمال سوريا الأستاذ جقر حسين، شكرا جزيلا لك. مشاهدينا، فاصل قصير ونعود لمتابعة ملفات حديث اليوم.